بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم كالعادة أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرة تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ إيكومبخوندغ. إذن كنا قد انتهينا مع لصن صوت في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هد الأصوات بل بل كل فل بل 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 كل فل. مثلا لا روب دو كل دو كلارا، لا روب دو كل دو كلارا، كلا كلا را، la robe de Clara. Comment est la robe de Clara? Elle est bleue. Elle est bleue. Regardez sur l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous observons sur cette image? Comme nous le voyons, on a Clara. Voilà, c'est Clara qui a la robe bleue. Alors là, on a la robe de Clara. Voilà, c'est la robe de Clara. Regardez ici. C'est la robe de Clara. Voilà, c'est Clara. Elle est bleue. Elle est bleue. C'est-à-dire que la robe de Clara est bleue. Elle est bleue. Et dans le fustan Clara, elle est bleue. Ouah. Comment on a dit hier? Zarqa. طبعا كلمة la robe في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة، كلمة فستان في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة. إذن لا روب دو كلارا، إذن عندنا كلا كلا كلي كلي كلو كلي 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 كلا كلي كلو كلي. إلي بلو بلو إلي بلو. طبعا كلمة بلو تنضيف لها واحد أ لأننا تنتكلم على المؤنث لا غوب لا غوب الفستان، كأننا نقول الفستانة كلمة مؤنثة. إذا طبعا بلو سنقول زرقاء، إذن سنضيف هاد أ خاصة بالتأنيث. هذا تعني بأننا في المذكر مثلا نقول أن ستيلو بلو، إذن طبعا سنحذف هاد أ، قلم أزرق سنحذف هاد أ، إلي بلو. كما نقول هي زرقاء، إذن عندنا بلو بلي 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 بلو بلو بلا بلا بلي بلي بلو 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 بلا بلا. ال ا دي بلي ال ا دي بلي، c'est-à-dire que la robe de Clara a des plis. Regardez ici la robe de Clara, la robe de Clara a des plis. Ici la robe de Clara a des plis. إذن فستان كلارا كما نقول عنده عنده انتناءات انتناءات. إذا نتكلم عن دي بلي، غادي نتكلم عن دي بلي، هذه انتناء. إذا نتكلم عن لو فيغ بلي، بلي أنك تتني، أنك تقوم بتني شيء، تطوي شي حاجة. إذن هاد لاغوب فيه طويات، في واحد المجموعة ديال الطويات كما نقول. إذن إل أ دي بلي، طبعا كلمة عندها علاقة بلو فيرب بلي، فعل تانا. إذن إل أ دي بلي، إذن بلي بلا بلو بلي
انطلاقا من هذه الكلمات اللي تنشوفوا هنا تناخذ منهم الصوت المتضمن فيها. اذا مثلا كلارا كلا كلا، اذا هذه كلمه كلارا تتضمن هاد المقطع اللفظي اللي هو كلا كلا. ثم نغير في اخر هاد كلا، اذا كلا كلي كلو كلي. ثم عندنا بلو، اذا عندنا بلو ممكن تكون عندنا بلي بلي بلو بلا. بدل ان تكون عندنا او نضع في مكان او اي اي او او ا، اذا طبعا فيتغير النطق بلي بلي بلو بلا. ثم مثلا كلمه بلي، اذا مكان هاد اي بلي نضع ا نضع او نضع اي، فنحصل على بلي بلا بلو بلو بلي. ثم عندنا إن كلي إن كلي إن كلي، regardez sur l'image c'est la clé c'est la clé c'est la clé. après un clou un clou une clé un clou. une autre fois regardez sur cette image c'est un clou. regardez c'est un clou le clou le clou. اذا نتكلم عن المسمار. اذا عندنا un clou une clé un clou. ثم au dessous de cette image comme nous le voyons on a une phrase tu n'as pas encore de plume mon petit poussin tu n'as pas encore de plume mon petit poussin. tu n'as pas tu n'as pas. طبعا الى حيدنا هاد لا نيغاسيون غتكون عندنا تويا تويا، يعني انت عندك انت عندك. tu n'as pas انت ليس عندك او انت ليس عندك الى غير ذلك. de plume de plume انت ليس عندك ريش، انت ليس عندك من الريش، انت ما عندكش الريش. لكن tu n'as pas encore de plume انت مازال ما عندكش الريش. اذا tu n'as pas encore de plume، اذا انت مازال ما عندكش الريش، انت لا تزال ليس عندك ريش. mon petit poussin صغيري الفرخ صغيري الفرخ صغيري الفرخ. طبعا نتكلم على لي بوسان الفراخ. كلارا تقول لهاد الفرخ انت لا تزال لا تمتلك بعد ريشا. tu n'as pas encore de plume tu n'as pas encore tu n'as pas encore de plume mon petit poussin tu n'as pas encore de plume mon petit poussin mon petit poussin. après on a des syllabes avec A, avec E, avec I, avec O, avec I. Nous prenons les syllabes avec A, par exemple, bla, pla, cla, fla. Avec E, bleu, bleu, cle, fle. Avec I, bli, pli, cli, fli. avec o blo blo plo clo flo. avec i bli pli cli cli fli. aussi on a des syllabes aussi on a des syllabes avec un, par exemple blanc blanc plan clan clan flan. لاحظوا هنا avec a bla avec un blanc avec a bla avec un plan plan avec a on a cla avec un on a clan avec a on a fla fla avec un
On a flan. Ensuite, on a des syllabes avec ar. Par exemple, blar, blar, plar, clar, flar, blar, plar. طبعا هنا عندنا بي تتكون مخففة. بلار بحال هنا بلون، بلان بحال هنا عندنا بلا، ولكن مع بي تتكون مشددة، نقول بلا بلون بلون. هنا عندنا بلاغ بلاغ، ثم كما قلنا كلاغ فلاغ، افيك ان افيك ان، بلا بلا بلا، كلا فلا، بلا بلا كلا فلا، افيك او بلو 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 كلو فلو، بلو بلو كلو كلو فلو فلو، افيك او افيك او التي رأينا، بلو 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 كلو كلو فلو فلو. اذا عندنا كلمات وجمل صغيرة، مثلا لو كلو par exemple le clos. Regardez là, c'est le clos. La clé, la clé. De la même façon, regardez ici, c'est la clé. Ensuite, on a la table. La table, voilà. C'est la table. C'est la table. Le plat, le plat. Voilà, c'est un plat. C'est un plat. La place, la place. إذا نتكلم عن المكان، la place, la place. ومن هنا مثلا فعل placer، تضع شيئا في مكان، في مكان معين. La place، إذا نتكلم عن المكان. نقول مثلا c'est ma place، إنه مكاني. ثم عندنا le tableau، le tableau. Le tableau، le tableau. لو طابلو ممكن يعني السبورة، ممكن يعني لوحة فنية، ممكن يعني لوحة فنية، ممكن يعني جدول من الجداول. إذا نتكلم عن لو طابلو، إذا حسب استعمال هذه الكلمة في الجملة. لو صابل دو لا ميغ، لو صابل دو لا ميغ. وقاعد يسي سي لو صابل دو لا ميغ، سي لو صابل، لو صابل دو لا مير. نتكلم عن رمال البحر. روني اي بليسي ا لا جومب، روني اي بليسي ا لا جومب. اذن روني هو بليسي، انه جرح، جرح. ا لا جومب في الساق. ايل بلور، ايل بلور، هو يبكي. طبعا عندنا لو فيرب بلوري، بلوري هذا فعل بكى. René est blessé à la jambe. René est blessé à la jambe. À la jambe. Il pleure. Le blé. Le blé est semé. Le verbe semer. Le blé est semé. On a le verbe semer. Et on a un fi'l zara'a. ولكن هنا le blé est الحبوب. عندنا هنا كمان نقول الحبوب او القمح، لو بلي كمان نقول القمح. اي سومي زورع، زورع بحال اللي عندنا هنا. غوني اي بليسي، غوني هو جرح، ماشي هو جرح شي حاجه اخرى. لو قلنا مثلا غوني ا بليسي، اذا غوني هو جرح. ا بليسي مثلا سون فخير، أن غوني جرح أخاه. إذا هنا عندنا غوني بليسي، هو اللي تجرح. طبعا غنستعملو هنا، غنستعملو هنا لوكسيليغ إتر، طبعا هذا ذكرناه فيما سبق. ثم لو بلي إي سومي، إذا هاد القمح أنه زرع. لي بلي
de la robe. Les plis de la robe. Voilà, ce sont les plis de la robe de Clara. Ce sont les plis de la robe de Clara. Va à ta place. Iden, dakarna qabla qalil kalimat la place. Va à ta place. Idhab ila makanik. Vite, bisur'a. Va à ta place, vite. Idhab ila makanik bisur'a. Iden, sir blastik bisur'a. Thumma, le vent souffle. Le vent souffle. الريح تصفر المقصود بأن الريح تسير بسرعة كبيرة إلى درجة أنه يسمع صوت الله إذا هذا الصوت نتكلم عن الغير سوفلي لوفون سوفل فارم لابورت أكلي فارم لابورت أكلي إغلق الباب بالمفتاح بالمفتاح Ferme la porte à clé. Bien sûr, on a le verbe fermer. On a ici le verbe fermer. Le contraire, c'est ouvrir. Par exemple, on peut demander à quelqu'un d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte. ممكن أننا نطلب من شخص أن يفتح الباب en lui disant ouvre la porte. Ouvre la porte. افتح الباب. Ensuite, on a René siffle. René siffle. Ici, on a le vent souffle. Là, on a René siffle. Et donc, on a عندنا الريح يصفر. On a أيضا عندنا René siffle. René يصفر. هذا طبعا نستعمله للإنسان. هذه نستعملها للريح. طبعا كلمة سوفلي. في الغالب تستعمل مع لوفون روني سيفل on a le verbe siffler c'est mal شيء سيء انه سيء اذا عليه الا يصفر روني سيفل سي مال روني ا كاسي سا بلوم روني ا كاسي سا بلوم روني انه كسر روني كسر سا بلوم سا بلوم ريشته ريشته الخاصة بالكتابة ريمي a trouvé une jolie fleur ريمي a trouvé ريمي a trouvé une jolie fleur إذن ريمي أنه وجد طبعا عندنا لو فيرب trouvé ريمي a trouvé إذن ريمي هو وجد ريمي أنه وجد شنو لقى une jolie fleur وجد زهرة جميلة وردة جميلة كما تلاحظون عندنا ريمي ا تروفي لو قمنا بنفس هاد التركيبة اللي عندنا هنا سنقول مثلا ريمي ريمي اي تروفي المعنى سينقلب سيصبح عندنا ريمي انه وجد انه وجد يعني أن غيمي هو اللي تلقى أغاب أنه وجد في الرباط ولكن هنا عندنا غيمي أتخوي أن غيمي أنه وجد إن جولي فلور إذا وجد جميلة وردة المقصود وردة جميلة وردة جميلة enfin on a ces syllabes et ces mots on a bleu 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 fleu le blé, le clos, le plat neuf, la fleur, le plat neuf. Et donc, nous parlons d'un صحن, صحن جديد. طبعا, كلمة le plat, كلمة مذكرة. سنقول neuf, جديد. أما في المؤنث نقول neuf, neuf. ما كان هاد F, نضع VE في المؤنث نقول مثلا اون روب نوف اذا نتكلم عن فستان كما نقول فستانة جديدة لان كلمة فستان كما قلنا في اللغة الفرنسية هي كلمة مؤنثة اذا سنقول لا روب
neuve. Une robe neuve. هنا عندنا le plat neuf. ثم عندنا la fleur. Et enfin, on a la fleur. La fleur. Voilà. C'est une fleur. C'est une fleur. إذا نستكمل في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.